السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي في مطبخي أنا وماما. كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. اليوم بغيت نبارطاجي معكم الطبيلة ديالنا ديال ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ نتمنى من الله عز وجل كل واحد الله يحقق له الأمنية دياله، وكل اللي في قلبه شي حاجة الله يحققها ليه، اللي مريض الله يشافيه، واللي كتمنى الدرية الله يسهل عليها يا ربي. بصافي هادشي اللي بغيت نقول، عطا الله ما نقول، ولكن باش ما نطولش عليكم الفيديو غادي نبارطاجي معكم داكشي اللي انا وجدت الفطور اليوم مع العائله ديالي. نتمنى انكم تتبعوا معنا من الاول حتى الاخر. هنا ماما كتوجد اللقطة ديال الحوت كيف ما كتشوفوا. ان شاء الله غنبارطاجي معكم الطريقه ديالها اللي كتجي غزاله وبنينه وصحيه بالنسبه للناس اللي مرادين بسرطان وغير سرطان. صافي هنا من بعد ما كملت اللقطة فغندخلوها للفرن. اكثريه انا سبق وقلت لكم في الفيديو اللي قبل، حنا اللقطة ديال الحوت ضروريه خاصها تكون عندنا اقل حاجه واحد 3 مرات في السيمانه. هنايا غادي ندير لاصوب ديال القشور ديال الكروفيت اللي كتجي غزاله. ديجا بارطاجيت معكم الطريقه ديالها اللي كتجي ما نقولش لكم اكثر من رائعه وسهله، ما فيهاش شي حاجه مكلفه. صافي هنا غادي ندير هاد لاصوب طيب، واللاطه بالنسبه للاطا راه درتها كطيب. هنا من بعد ما طابت كيف ما كتشوفوا طحنتها صفيتها زدت فيها الفيرميسيل. صافي غنخليها تطبخ واحد شويه ومن بعد غنطفي عليها حتى توصل وقيتها ديال الفطور. هنا من بعد ما كملت لاصوب دست كنصوف ليكيش. ليكيش الطريقه ديالهم ديجا بارطاجيت معكم الطريقه اللي كتجي غزاله وحشوه رائعه. غنخلي لكم اي حاجه صوبتها في هذا الفيديو غنخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف. صافي غادي نصوب هنا ليكيش وغنخليهم يرتاحوا. صافي هنا غادي نخليهم يرتاحوا. هنا من بعد ما ارتاحوا طلقتهم كيف ما كتشوفوا، درتهم في هاد الليمون شكيتهم هكا بالفرشيطه دخلتهم الفران. هنا من بعد ما طابوا ليا كيف ما كتشوفوا كندير لهم نص طيبه، وما كيكونوش طايبين محمرين بزاف وما كيكونوش بويض. اختاريت لهم واحد الحشوه غزاله حتى هي انا ديجا بارطاجيت معكم الطريقه. عمرتهم كيف ما كتشوفوا بهاد الحشوه هذه. صافي وغادي ندير فوق منهم الفرماج وندخلهم الفرن. من بعد ما دخلت الكيش ديالي طيبو في الفران، هنا بديت كنصاوب البغرير معمر. ديجا توا بارطاجيت معكم الطريقه ديالهم. ان شاء الله انا غنخلي لكم كلشي في صندوق الوصف. كنطيب هكذا البغرير ومن بعد غادي نعمرو بحشوه اقتصاديه ساهلين. انا كيعجبوني الصراحه غير بالجبن وبالفواكه الجافه. هنا من بعد ما طاب لي البغرير ديالي كامل كيف ما كتشوفوا كنعمرو بالجبن اللي سبق قلت لكم والفواكه الجافه. كنديرهم بهذه الطريقه هذه بحال شكل لي شوسون. صافي من بعد غادي ندهنهم وندخلهم الفرن يتحمروا. هنا من بعد ما دهنتهم فتزينتهم على هذا الشكل هذا. صافي ومن بعد انا صوبت لك كريب وكذلك غنعمرو بالشوكولات وباللوز ايفيلي. حتى هي طريقه غزاله. اذا باقي ما بارطاجيتش معكم الطريقه فغنبارطاجي معكم ان شاء الله الطريقه ديالو. صافي من بعد ما كملت الكريب كيف ما كتشوفوا مشيت للطبله غادي نوجدها. كيف ما عارفين بزاف انني ضروري كيعجبني ندير منديل، درت منديل، حطيت شباكيه، حطيت سلو، حطيت كاع المعسلات اللي عندي هنا متوفرين يعني اللي دايراهم، حطيت المقروط، قريطات كيف ما كتشوفوا. انا ما كنبغيش نكثر بزاف لانه انا ما كناكلش، ماما ما كتاكلش، اللي كياكل كياكل غير بابا واختي اللي كياكلو. هنا درت البغرير حطيتو عادي باش ناكلو بالزبده والعسل. هنا حطيت هذوك لي كيش اللي وجات، كذلك هذوك لي كريب. صافي وغادي نعاود نحط هاد البغرير اللي عمرت وتحمر ودرت ليه فوق منه شويه ديال العسل. حطيت داك الطوست مكيغوي، حطيت زليفات اللي غنجربو فيهم لاصوب. وصار بالنسبه لاصوب كل مره صراحه كندير لاصوب غير هاد المره درت ديال الحوت. بعد مرات كندير ديال الشوفان ولا داند والفطر. ان شاء الله نبارطاجي معكم الطريقه ديالهم حتى هما. صافي حطيت كيسان ديال العصير. هنا حطيت هذاك لاصوب في هاد
في هاد لاسوبيير حطيت العصير اللي هو ضروري وما كيخطرناش في المائده المغربيه ومعروفين. وهنا حطيت لاطا الصراحه ما بغيتش نديرها هكا في شي تبصيل ولا شي حاجه، ما كاينش محسن من اللذه ديال لاطا انكم تاكلوها في لاطا ديالهم، فيها واحد المذاق كيكون احسن الصراحه. صافي وهذا هو الفطور ديالنا، هنا حطينا صافي بقينا جالس كنتسناو حتى يؤذن الاذان وصافي وداز عندنا فطور زوين ونهار زوين. نتمنى حتى نتوما تخليو لي في التعليق ديالكم كيف جداز هذا النهار، هذا النهار زي ليله القدر كيكون مميز بزاف بزاف ديال الناس، خصوصا انك تكون مفتوحه فيه ابواب السماوات. نتمنى ندعيو مع بعضياتنا بالخير واللي في قلبه شي حاجه الله يحققها ليه، واللي حامل الله يفك حيلها منهم حتى انايا نتمنى انكم تدعيو معايا، واللي في السجن الله يفك سراحه ان شاء الله، واللي مريض الله يشافيه، واللي مات الله يرحمه ويوسع عليه في هذا النهار ضيقة القبور. نتمنى انكم ما تنسوا حتى شي واحد من الدعاء، لان الدعاء حاجه زوينه خصوصا في هذه الليله هذه المقدسه والمباركه، يعني راه ليله كبيره هذه عند الله عز وجل. صافي وكيف ما كتشوفوا هنا راه كنأذن عندنا الاذان، صافي بقينا كنراجعوا في اتاي باش غادي نكبوا اتاي. حنا بابا اللي ما كانش اتاي عنده هكا مكشكش نص اتاي ونص الزره ما كيعجبوش اتاي، ما عرفتش واش كلشي بحال بحال. وصافي كان هذا هو الفيديو، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.